باستمرار، ولكن بعدها يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر منها، ثم يعود للذنب مرة أخرى ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر، فما الحل؟ وهل عندما يقع في الذنب بكثرة؟ الحل هو ما هو عليه، أنه يتوب ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، يكرر التوبة، كل ما كرر الذنب يكرر التوبة، هذه علامة خير أنه يكرر التوبة ويخاف من الله عز وجل.